مشاهدينا ينضم معي مراسلنا جابر جمال. أهلا جابر، هل تمكن المجلس من عقد جلسته لمناقشة القوانين المدرجة على جدول أعماله؟ جلسة اليوم شهدت تأجيل لأكثر من ساعة، ساعة ونصف، حتى تمكن المجلس من الوصول إلى النصاب القانوني، وبعد ذلك افتتحت الجلسة وبحضور 176 نائب، وتمت مناقشة الفقرة الرابعة من جدول أعمال يوم أمس، الفقرة المؤجلة إلى اليوم، وهي التصويت أو القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق. والآن أمام المجلس ثلاث فقرات أخرى ربما سوف يعني تكتمل في الساعات المقبلة. سينضم معي زميلتي في هذه التغطية النائب محمى خليل، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. السلام عليكم كاك محمى. نتحدث عن ما بعد الموازنة، مرت أيام ومرت جلسات كثيرة، هل سيتم التصويت فعلا على قانون النفط والغاز، هذا القانون المحور اليوم لدى اقليم كردستان وايضا مع بغداد لتنظيم العلاقه ما بين الجهتين؟ بالتاكيد سيشرع القوانين المهمه كقانون النفط والغاز. قانون النفط والغاز ليس لاقليم كردستان، انما للشعب العراقي، لان هذا القطاع الحيوي المهم ليغذي ايرادات معظم ايرادات الدوله العراقيه. من هذا من المعيب ان لا تكون غطاء شرعي بمجيء شركات رصينه واستثمار إمكانيات العراق في الطاقة وفي النفط والغاز. البديل إذا لم تكن هناك قانون، ما البديل؟ شنو البديل؟ أن نذهب إلى استخراج النفط وتصدير النفط واستثمار في قطاع النفط، القوانين التي عفت علينا في السبعينات. لذلك أنا أعتقد هنالك رغبة وجادة من كل الكتل السياسية وباتفاق سياسي وبرنامج حكومي بتشريع قانون النفط والغاز، لكن سنشاهد تقاطعات، ولكننا سيمر هذا القانون رغبة من الشعب العراقي ووفقا للدستور والقانون. نعم، شكرا جزيلا كاك. شكرا جزيلا. إذن يعني هذا جانب من الحراك المستقبلي للقوانين، وتحدث عن الجانب الكردي قانون النفط والغاز. من جهة أخرى حصلت اجتماعات كثيرة في اللجان اليوم زميلتي، هنالك كان اجتماع في لجنة التخطيط حول موضوع ترسيم الحدود، وكذلك اجتماع آخر في اللجنة القانونية لمناقشة القوانين المعطلة التي سوف تفعل في الفترة المقبلة، قانون الخدمة المدنية وأيضا قانون العفو العام الذي سوف يأخذ حيزا في الفترة المقبلة، باعتبار أن المجلس مطلع على وضعية السجون من خلال الزيارة المسبقة لمجلس النواب أو الاستضافة التي كانت هنا في المجلس بحضور وزير العدل، والذي تحدث عن اكتظاظ في السجون، وبالتالي جملة من القوانين سوف تشرع في الفترة المقبلة. أيضا من جانب آخر حددت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية موعدين إلى يعني لاستضافة السفير التركي المتواجد في الأراضي العراقية لمناقشة موضوع المياه وكذلك موضوع الزراعة مع الجانب التركي، وخاصة بعد التضرر الكبير الذي شهدته الزراعة العراقية بسبب انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وقطع الروافد مع من نعم. تركيا وحتى أيضا من إيران، لكن هنالك تركيز لمناقشة الجانب الرئيسي لقطع المياه مع تركيا. طبعا هذه المواعيد تم تحديدها هنا في مجلس النواب، ربما سوف نشهدها في الفترة أو الجلسات المقبلة. أرسلت هذه المواعيد عبر طلب من قبل اللجنة ومن قبل مجلس النواب إلى وزارة الخارجية من أجل تبليغ الجانب التركي بذلك، وربما سوف يكون هذا في الأسبوع المقبل، باعتبار أن المجلس سوف ينظم خلال الأسابيع المقبلة ثلاث جلسات أسبوعية كما حصل في هذا الأسبوع، من أجل يعني تماشيا طبعا مع كثرة القوانين سواء المؤجلة وأيضا القوانين الجديدة، من أجل تشريع تلك القوانين بأسرع وقت. مراسلنا من مجلس النواب، شكرا لانضمامك لنا.